استعداداً لعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة، سطر الأولياء برنامجاً خاصاً لتعويد أبنائهم على التأقلم مع أجواء المدرسة والتقيد بنظام الانضباط، لا سيما في النوم والاستيقاظ مبكراً. بون نحو التليفون، نقصوا لو ماكسيموم التليفون مالغري كو ماشي سهلة، الرقد بكري باسكو فريمون راهم بحرين. وشنو تاني؟ كاش ريفيزيون، نبداو لي ريفيزيون، بدينا ديجا شوية هكذا ريفيزيون كي عارفة. سينو هذا واش كاين؟ يعني لو ماكسيموم ماذا بينا سورتو الرقاد، باسكو فريمون ماهمش يقدروا ينوضوا صباح يسهروا. اللي كانوا يسهروا حتى ل 12، 12 ونص الوحدة تاع الليل باش ترقديها مع العشرة ولا على العشرة ونص ماشي سهلة. رانا معاهم إن شاء الله، وإن شاء الله يتنظموا قبل الدخول المدرسة إن شاء الله. لازم الأمهات يوجدوا الدخول المدرسة لأولادهم باش يهيئوهم على المنواض، على ما يحضروهم نفسيا، يعني يحضروهم يبداو يعودوا فيهم، ينقصوا لهم شويه اللعب شويه. هذه هي درك رانا نقصوا لهم في التليفونات، ونقصوا لهم في الانترنت، ونقصوا لهم في السهريه، ونطوروا فيهم بكري باش يوالفوا. اما التلاميذ الذين التقينا بهم رفقة ابائهم فقد اكدوا لنا من جهتهم محاولتهم الانضباط والتخلي عن بعض العادات التي كانت ترافقهم في العطله. كنت ندير في كنت صح نسهر شويه في العطله، دوكا راني نولف روحي نرقد بكري خاطر راني نرقد 8 ونص تاع الليل، سيك نورمال. في هذه لابيريود تاع كونجي شغل كنت نسهر منا، كنت نقعد 3 تاع الصباح 2 تاع الصباح منا كونيكتي منا، ما عادي دخلها شغل جا عندي بابا يما قاعد يهضر معايا هكذا، قال لي لازم تسقم الرقد تاعك مع هذه لابيريود تاع الدخله، شغل ترقد على 10 ل 11 باش تولف روحك تنوض على 7 7 ونص. البارح شيت شغل نرقد على 10، شغل جاتني شويه واعره خاطر شويه والف ديجا نرقد على الوحده الزوج ونوض على 12 تاع الصباح وقاعدتيك، شغل من بعد والفتها اليوم نسيت ما جاتني شويه واعره، مي شغل من بعد نوالفها ان شاء الله. ديجا هذا العام عندي باك، دونك لازم ديجا بديت نعاود روحي نقسم تليفون نخليه يدي شارجا باش نقدر نرقد بالخف، وصباح ديجا عندي ليكو على بها نوض بالخف 8 من داك 7 على حسب. ايام تفصلنا عن الدخول المدرسي، وهو ما يحتم على تلميذ تعويد نفسه على النوم مبكرا استعدادا لاستئناف الدراسه من جديد.